بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ليلة مولد الهادي نصلي ونسلم ونبارك عليه صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض بإذن الله. أسبوعيا نقول مع بعض حديث نبوي شريف، ولكن في البداية أتمنى منكم بإذن الله تعالى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكلمة في المحتوى. جزاكم الله خيرا، كلمة في المحتوى ونبعد عن الكلام المحظور. ربنا ييسر أمورنا جميعا. في ليلة مولد الهادي كما قلنا نصلي ونسلم ونبارك على الحبيب المصطفى الهادي البشير، أول من يدخل ويطرق باب الجنة، أول من ينشق عليه قبره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. تاني أحبائي في رسول الله نقول الحديث الشريف: جعلنا الله من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تدنو الشمس من الرؤوس. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبائي في رسول الله، الحديث شامل كامل، فيه كل العبادات: عبادة الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل، عبادة شاب نشأ في عبادة ربه، التربية الصالحة، التربية الصالحة التي لا ينتج عنها إلا مجتمع صالح، التعلق في المساجد، الإنسان لا يكون قلبه معلقا إلا بذكر الله، التحاب في الله، التحاب في الله، الخوف من الله، الخوف من الله. عندما تدعو المرأة الرجل فيقول إني أخاف الله، فيكون هذا الجزاء. والصدقة، الصدقة التي يخرجها الإنسان لدرجة أن لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني عندما نخرج الصدقة لا تعلم يدنا اليمين ما أخرجته الشمال. الله أكبر، الله أكبر. وهذه خير الصدقة، خير الصدقات. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الخوف من الله، يكون الإنسان يجلس وحيدا فيتذكر رب العباد فتفيض عيناه خوفا من ذكر الله. جعلنا الله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شكرا لكم أحبائي في رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.